طيب ما راح أطول عليكم. نحن عم نحكي وعم نتذاكر ثلاث أيام من العمل والمثابرة، ثلاث أيام من المثابرة ومن الإرادة الصادقة نطلع بشيء. بدأنا اللقاء وحكينا عن هدفنا من المؤتمر، وحكينا عن هدفنا كوطن، حكينا عن هدفنا في العمل الإنساني بشكل عام. هدفنا كان من المؤتمر، وإن شاء الله يكون تحقق، لأنه كنا عم نراجع يوم بعد يوم على المساء، كنا عم نجلس وعم نراجع شو عم بتحقق. فقلنا إنه هدفنا بالمؤتمر إنه بدنا نطلع على الواقع، نشوف وين نحن واقع، وشو في قضايا ممكن نحققها باتجاه إنه نكون فاعلين بتغيير أو بإنجاز شيء نوعي. هذا الأمر برأيي بجهودكم تحقق. مستقبل واعد هو واحد من سلسلة من المؤتمرات بدأناها ب 2011، حكينا عن سوريا جديدة، ونبقى حالمين بسوريا جديدة، وتحدثنا عن مجتمع مدني فاعل بعد ذلك، واليوم نحن عم نحكي عن مستقبل واعد. الكلمة هي هدف حقيقي، نحن لكل العاملين إلنا في المجتمع المدني. ممكن نشغل كثير في أوقات صعبة جداً بالاستجابة الطارئة، وهذا مهم جداً، لكن مع انشغالنا بالاستجابة الطارئة والهامة جداً، لازم نكون عم نتأكد إنه نحن عم نشتغل مع شباب سوريا، مع نساء سوريا، عم نشتغل على المستقبل، عم نستثمر بالمستقبل، لأنه الحلم الكبير مرات بيحكوا the sky's the limit، يعني السماء هي الليمت، ونحن بنحكي إنه the sky is not the limit، ما في حدود للحلم، ما في حدود لطموحنا لوين بدنا نروح. بس هذا يتطلب عمل، بنحط الاستراتيجية وبنحط بعد الاستراتيجية بنحط بعض المرتكزات، وبنحط بعض المرتكزات بنحط الأدوات وبنحط المبادرات، ومنراقب على مؤشرات الأداء تنعرف نحن عم نوصل ولا نحن متأخرين، وين نحن لازم ندفع، وين نحن لازم نغير. بوطن، رجعوا لي السلايد لو سمحتوا بس مرة تانية، هان بوطن حطينا مصفوفة للاستدامة، مصفوفة للاستدامة، وأنا بدعي الجميع، جميع الحاضرين معنا، لتبني مصفوفات استدامة إلها علاقة بعملهم. وأنا هون بعرف كثير لما بنحكي بالاستدامة بنحكي بالاستدامة المالية، وحقيقة أنا أعتقد إنه آخر همنا في العمل تبعنا هو الاستدامة المالية. همنا الحقيقي هو الاستدامة بما يتعلق بإيصال الرسالة تبعتنا مكتملة، وبتحقيق أهدافنا مكتملة. هاي هي الاستدامة. لما نحن نحكي بناء مجتمعي، فمعناتها نحن بدنا نشتغل على البناء من البداية للنهاية. بنبنى بتدخل، بنفهم الساحة، بنشوف الاحتياجات، بنفهم الاحتياجات أكثر، بنتوسع بالبرامج، بنبني المؤسسات، بندفع روح الشباب، بنعلم، بعدين بنتأكد هون إنه صار في استدامة. فهي مصفوفة الاستدامة تبع وطن، اللي بيقترح على الجميع إنه يتأكد إنه في مصفوفة استدامة للعمل تبع مؤسساتهم. وطن مثل ما ذكرت هي مجموعة من العاشقين، وهي مجموعة من الحالمين، وهي من المجموعة من العطشة للتعلم. وإن شاء الله نحن بشبكتنا، بشبكة وطن وبأصدقائنا جميعا، عم نتعلم مع بعض، وهي اللقاءات عم تجمعنا جميعا تنتعلم وكتبني وكنستمر. حركوا بس معي السلايدات مشان. حطينا خمس أولويات استراتيجية. تتعلق بالمستقبل الواعد. ما أغفلنا حاجات اليوم، لكن حطينا تركيز على التعليم، على الشباب، تركيز على التمكين الاقتصادي، تركيز على الوئام الاجتماعي. هذول كلهم لما نحققهم كأولويات استراتيجية ل 2018 بنكون قادرين على المضي برسالتنا. بذكر مرة تانية بنحن ليش هون.
وطن هي من أجل مجتمع حر وكريم مبني على أساس التسامح وعلى أساس العدالة الاجتماعية. نحن من أجل هذا الهدف خرجنا، من أجل هذا الهدف ضحينا، ومن أجل هذا الهدف اجتمعنا، ومن أجل هذا الهدف مستمرين. جميع الموجودين يتميزون بروح عالي جدا، بس لما نشوف صورة الأطفال لما نشوف الصور لما نشوف صور الأطفال بنشوف الغد وبنشوف إنه نحن قادرين نصنع هذا المستقبل، هذا المستقبل الواعد. شكراً.